بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعقل السديد أنه ما جرى من أمر التاجر أمس لما شاف العجل اللي عم يبكي وحن قلبه عليه قام قال له للراعي خلي هالعجل بين البهايم بالزريبة وضل هالجني عم يتعجب. هلا بما انه الجني عم يتعجب من هذا الحكي العجيب قال له صاحب الغزالي يا سيدي يا ملوك الجان كل هالشي جرى بيني وبين بنت عمي كل اللي صار من ورا هالغزالة. وهي الغزالة كانت تقلي شو بتباح هالعجل لأنه سمين بس أنا ما هان علي وقلت له للراعي خده حطه عندك بالشو بين البهايم بالمزرعة بالزريبة. المهم تاني يوم وأنا هيك حزين بيفتلك علي هالراعي وبيقلي أنا جاي وبدي البشارة. بشارة شو؟ قال له والله قالك معناه تفاجأت عين تبكي عين تضحك صاير معه مثل يعني في صام الزلمة شوي يبكي شوي يضحك. قال له شو؟ قال له جايب لك خبرية بمليون دينار. قال له خلص قل لي شو؟ قال له شايف ابنتي بتعرفها؟ قال له ايه الراعي اللي عم بيحكي. قال له بتعرف بنتي؟ قال له ايه. قال له هي البنت تعلمت السحر وهي صغيرة مرة عجوز كانت ساكنة عنا مبارحة لما قلت لي خود العجل ودخله لعندك حطه بهالمزرعة شافت بنتي العجل وعم تخبت وشقت وي 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 يا أبي يا أبي يا بي شو جايب لنا أنت معقول معقول بترضى تفوت علي رجال غريب هالقد أنا مالي قيمة عندك؟ قال مين رجال غريب ما في غير أنا وهالعجل. المهم قالت له لا بكيت هالبنت ضحكت شوي مثل اللي هسترت صارت لها نوبة يعني تبكي تضحك. قالت له هذا العجل اللي معك هو ابن سيدي التاجر بس هذا مسحور وسحرته مرت أبوي اللي هي هو وأمه وهذا اللي ضحكني. أما اللي بكاني إني لما عرفت إنه هذا ابن التاجر عرفت إنه أمه اللي ذبحته امبارحة. فمشان هيك أنا كتير تعجبت ويعني ما فيني استحمل هذا الوضع. المهم ما قدرت خبي هذا السر يا سيدي وجيت لعندك لخبرك إنه هذا العجل هو ابنك. هلا يعني ما في الشغلة إساءة وسبة خلاص العجل ابنه. المهم قال له الراعي للزلمة قال له أنا ما صدقت إمتى طلع علي الصبح والله ما غمضت لي عيني يا سيدي جيت لحتى خبرك. ولما سمعت هذا الكلام يعني شو بدي اقول لك ما فيني استنى ولا ثاني. المهم طلع هالتاجر لما سمع هالخبريه من الراعي ركض هو والراعي من فرحته التاجر انه ابنه عايش كانه سكران من غير مدام والمدام يعني المدام هون قصدين بالمدام يعني الخبر. المهم من كثره الفرح والسرور كان سكران من غير مدام فحتى وصل على بيته فشاف شو بنت على بيت الراعي شاف بنته للراعي ركضت عليه بوست ايده اجى لعنده العجل ورجع تمرمغ فيه. قام قال التاجر لبنت الراعي مزبوط اللي عم تحكي انه هذا ابني؟ قالت له ايه والله يا سيدي ابنك وحشاشة كبدك. قال له اذا خلصتي من هذا السحر بعطيكي كل شي بالمزرعة مواشي وأموال. هالبنت تبسمت وقالت له على راسي يا معلم بس أنا ما لي رغبة بالمصاري بس بقبلها بقبل بشرطي الأول إنك تزوجني إياه والثاني إنه تسمح لي أسحر اللي سحرته وأحبسه لأنه أنا ما بأمن مكره إنه إذا بتفلتها ممكن تسحرني أنا كمان وتسحره مرة تانية وتسحرك ما لنا مصلحة تضل بدنا نخلص منه. يا معلمي يا جني وعم حكي العفريت لما سمعت كلام الراعي قلت له وفوق هالشي دمه لبنت عمي مباح. لما سمعت كلامي أخذت الطاسة وعبتها بالماي بلشت تقرأ عليها هيك بتعرف شو هيك
مسكت هالمي ورشت فيها العجل، شهق العجل وقالت له إن كان الله خلقك عجل بتضل على هي الصفة للأبد وما بتتغير، وإذا كنت مسحور بترجع لخلقتك الأولى بإذن واحد أحد. بسم الله بسم الله بسم الله، ما شافولك إلا العجل بلش ينفض وصار بني آدم. رجع ابنه للتاجر، أم قال له أبو، ركض عليه وعانقه وبوسه وقال له بوس إيدك يا ابني سامحني، احكي لي شو ساوى فيك الزمان، شو عملت فيك الخاينة الحقيرة، شو ساوت بأمك بنت عمي. قام ابني حكالي كل اللي صار بيناتهم. يا معلمي يا جني، جوزته لابني بنت الراعي، وبنت الراعي شو اللي عملته أول ما تجوزته؟ سحرت بنت عمي الشريرة ساوتها غزالة، وكنت ماسكة هالغزالة وداشر فيها بهالشوارع وبهالطرقات، وأنا ماشي التقيت بهالجماعة سألتهم عن حالهم، قاموا قالوا لي باللي صار للتاجر، لهيك قعدت لشوف شو اللي بده يصير. وهذا حديثي. هذا الجني، والله كلامك عجيب وغريب، وهبتك تلتين دمه. قام تشجع الشيخ الثاني أبو سلتين، شو كنا مسمينه مبارح؟ سمينا التاجر سعيد، والشيخ الأولاني أبو غزالة، والشيخ الثاني سمينا ضاري أبو كلاب، لأنه معه كلاب ناس لوئيات. هدول الكلاب اليوم إذا ما بتعرفوا قصة الواحد اللي بيكون معه كلبين ماشي فيهم، يعني إذا ماشي بالشارع وشفت كلبين بده يشكك قلبك، يعني مو معقول، لازم هيك يعني دغري يخطر ببالك إنه في رابط عجيب بينهم وبين هالحكاية. قال له صاحب الكلاب اللي هو ضاري، الشيخ ضاري سميناه، قال له يا عفريت يا عفريت، إذا بحكي لك قصتي أنا وهالكلبين بتوهبني دماته للتاجر، بدي التلتة التاني، التلتين التاني، بدي التلتة التاني. قال له إيه، هات لنشوف، سمعنا الحكاية. قال له اعلم يا سيدي يا سيد ملوك الجان، إنه هدول الكلبتين أو الكلبين إخواتي إخواتي وأنا الثالث. قال له يوه، هذا الجني بلش يكي تبعه لي، معقول عم تحكي؟ قال له أبدا. قال له أنا مستغرب شلون جني وما بيّن معه الغزالة شو والكلاب شو، بس ماشي الحال، يعني معقول جني ما بيشوف حدا مسحور؟ كان بدهم أبديت هالجن للسكنز تبعاتهم، تحسنونهم شوي. المهم يا جماعة، احنا عم نحكي حكاية الليلة الثانية، التاجر مع مين؟ مع العفريت. والتاجر اجتمع بمين؟ اجتمع باثنين شيوخة، واحد معه غزالة، حكى الحكاية ودماته تلت دماته انعفى عنه. صاحب الكلاب بلش هلأ بحكايته، قال له أنا مثل ما عم خبرك للعفريت، هدول الكلبين أخواتي وأنا الثالث، الوالد ارتحى وترك لنا 3000 دينار. مين بيعرف 3000 دينار هلا؟ إذا بدنا نقرشهم على هذا الزمن شو بيعملوا؟ المهم أحسن من تكون مديونين. فقرر هذا الزلمة يفتح هو وأخواته، فتح هو دكان وباع فيه واشترى. أخوه سافر بالتجارة، ما يعني حمل أغراضه، حمل حاله وراح سنة مع القوافل. مهم هنوي كأنه اللي سافروا اثنين، يعني مو واحد، يعني في واحد منهم بالقصة بالأول مو مبينين شو عمل بالمصاري، أخذ ورثته من أبوه شو ساوى فيه الله العليم. مهم واحد سافر وواحد فتح الدكان، يلي سافر غاب مدة سنة مع القوافل، ولما رجع رجع ما معه شيء. قال له يا أخي أنا ما قلت لك لا تسافر؟ صار يبكي ويشكي ويعني سح ونح، وقال له قدر الله عز وجل علي بهذا ولم يبقى لهذا الكلام فإذا، يعني جاني شو بدي أقول لك، يعني خلاص ما بقى مع أي شيء، لا إيد من ورا وإيد من قدام. قال له هيك اللي بيتغرب برا، ما أحد ما قاله غير بلده. المهم أخذته وطلعت معه على الدكان، رحت فيه على الحمام، نزلته على السوق، طرقته كم طقم مرتبين ملابس الفاخرة، يعني اشترى له أغلى براندات، ورحت
تعشى وتغدى هو وياه، ما بنعرف طعمها كبة ولا طعمها شاورما ولا مشاوي. المهم راحوا على الربوة، راحوا لوين؟ الله العليم. قال له يا أخي أنا بحسب ربح دكاني من السنة للسنة وباسمه بدون رأس المال، ما منقرب على رأس المال، بناخد المربح بس، وباسمه بيني وبينك بالنص. وأنا عملت حسابات الدكان لهي السنة، لقيت حالي ربحان 2000 دينار، الحمد لله الحمد لله، وفرحان طاير من فرح. وهيك رح أقسم الربح بيني وبينك بالنص شطري. قعدت أنا وأخي فترة هيك لحتى شو إجا أخي التاني وقالوا له بدنا نسافر، امشي سافر معنا. قال لهم شفناكم فوق وشفناكم تحت، مالي طالع. إنه شو كسبتوا أنتم بسفرتكم لأكسب أنا؟ يعني أنا شو اللي إجاكم ليجيني؟ يعني شو شايفيني أشتب مثلا؟ خلص واحد فاتح دكانته ببلده وقاعد متركن، لا في نظام عم بيلاحقني، لا في أمل ناطرني ورا الكوع، ما ليش لحتى أترك بلدي وأمشي؟ صاروا ينقوا 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 هيك سنة كاملة وهو ما يرد عليهم. ضلوا يبيعوا ويشتروا وينقوا، يبيعوا ويشتروا وينقوا، وكنا يعرضوا عليه السفر. المهم مرقت 6 سنين كاملين، 6 سنين وهن عم بينقوا. أخي نقل له مفعول السحر أحيانا. 6 سنين مرقوا وهالتاجر وأخواته بالمحل وأخواته عم بينقوا ويقولوا له لازم نسافر، وهو يقول له لا شو صاير علي؟ اللي بيترك داره بيقل مقداره. حاول حاله، تعرفوا لي شو بيصير في اللي بيترك داره؟ حورجيكم شلون بيقل مقداره. ما هو حملوا حالهم وراحوا سافروا، حسبوا شو عنده من مصاري، سايرهم معه 6 سنين عم ينقوا يعني. المهم حسبوا شو عندهم من المصاري، طلع 6000 دينار. دفن نصها تحت الأرض لينفعهم إذا صار لهم ضرر، لأنه ما كان في بنوك أيام زمان يخبي مصرات ببنك. حمل حاله حطهم تحت البلاطة وأخذ النص الثاني يلي هن 3000 دينار. كل واحد منهم أخذ 1000، هو 1000 وأخوه 1000 والأخ الثالث 1000، ومتسبب فيها. قالوا له ونعم الرأي. أخذ هالمصاري وعملوا مثل ما لهم متفقين، دفن 3000 وال3000 توزعوها، جهزوا بضايع واستأجروا مركب حطوا فيها الحوايج وسافروا مدة شهر كامل لحتى دخلوا على مدينة وباعوا واشتروا وربحوا بكل دينار 10. شوفوا الله قديش رزقوا من أوسع أبوابه. واجوا ليسافروا هن ماشيين على الشط، ولا في بنت صبية بتاخذ العقل، مهم أوعية مشقشقة أو حالة حالة يعني، ركدت عليه للتاجر، شافته مرتب ولابس ركدت عليها الصبية وبوست إيديه وقالت له يا سيدي يا سيدي عندك الإحسان والمعروف شوية صغيرة تعطيني منه والله بيجازيك عليهم؟ قال لها نعم أنا اللي عندي الإحسان والمعروف كله حتى لو ما جازيتيني. قالت له تجوزني يا سيدي. تجوزني؟ خدني معك على بلادك وهبتك نفسي وعمل معي معروف، لأنه اللي بيعمل معروف وإحسان بيتجازى عليهم ولا يغرك حالي، ما بيضيع مع الله شيء. لما سمع كلامه حنقلبه كتير، ما قدر ويحلم حلمتي. أخذها لبسها وكساها وفرش لها المركب، فرش لها مركب يعني فرش لها فرشة مرتبة كتير، يعني شيء أطلس وشي حرير وشي قصص، وأكرمها وحبها وسافروا سوا. ووقع بغرامة، وقع بغرامة فاتت لنص قلبه، قعدت وتربعت وصار ما يفارقها لا لي ولا نهار، وانشغل فيها عن إخواته. يا ترى يلي بيوقع بالحب هيك شو أول شعور ممكن يصاب فيه من اللي حواليه بعد ما يفرحوا له إنه تركان؟ يلي بيوقع بالغرام وبيوقع بالحب وبتقول له تزوجني، لك حلم كل شاب يلاقي بنت صبية حلوة هيك وتيجي تحش حال عليه وتقول له يا سيدي يا غرام تجوزني. المهم هذا
هذا الزلمة غطس بالعسلات، يغطس ويغرف. شو صار؟ حسد، حسد والغيرة، بلشوا شو ياكلوا بإخواته. يهدناها شو الناس قلبهم ما عاد يقدر تفلفلوا تفلفلوا تفلفلوا. هل تاجر تكتر بضاعته ويرتزل وينحب وينغرم وتدلله هالمرة؟ وهني ما عاد حملوا معهم إخواته، ما تكتر البضاعة وكل هالمحبة، طمعوا عيونهم طلعت، ما عاد يقدروا ما عاد يقدروا، اتفقوا يقتلوا بينات بعض. قال له واحد للتاني منقتله ومناخذ كل المصاري، اصلا ما عنده من يرته، شو بدهم المصاري؟ هذا لا ولد ولا تلد. قال له ايه لا، المهم زين لهم الشيطان، كان الشيطان قاعد بيناته هيك ومبسوط، حاطط رجل على رجل والشوكه على جنب. وين الشوكه؟ مو بين ايدي، ها الشوكه على جنب. هذا يقول له منقتله، هذا يقول له منكبه بالبحر. حملوا حاله وراحوا لعنده هو نايم جنب مرته بنص الليل، حملوه هو ومرته كبوه بالبحر. دول هن نزلوا من الماي، كانوا نايمين، الماي ما شف لك غير هالمرة انتفضت طلعت عفريتة، حملته وطارت فيه لوي على جزيرة وغابت عنه شوي ورجعت له عند الصبح. هذا الزلمة ما عم يحمله عقله، فجأة كان نايم بأمان الله يلاقي حاله مكب البحر، والمرأة اللي كانت نايمة جنبه وتطلع عفريته وتطلعه من المي من الغرق وتحطه على جزيرة وتغيب وترجع. عود بقى صدق انه انت بحلم ولا بعلم، يعني واحد مثله وواحد محله بيفصل. المهم هدول عند الصبح اجت لعنده وقالت له انا اللي حملتك من المي ونجيتك من القتل باذن الله، وانا جنيه لما شفتك وقعت محبتك بقلبي، وانا مؤمنه بالله وبالرسول، ولما اجيتك بالحاله اللي شفتني فيها وتزوجتني عهدت الله اني انا لما بتحتاجني اكون معك مثل السيف، ومثل ما نجيتني نجيتك من الغرق، وانا غضبانه على اخواتك ولازم اقتلهم، بدي اقتلهم، ما في مجال إن يعني ما تقلي ابدا. هذا الزلمه ما بتترك له مجال يحكي هيك، شكرا على اللي عملته وقال له دخيلك، لا اعملي اللي بدك فيهم بس تقتليهم لا، بيضلوا اخواتي، بزقت لفوق بزقت لتحت اخواتي، لا بيغاروا بس يعني اخواتي. قالت له بدهم يقتلوك كبونا بالمي، كنا متنا، لو انا ما انقذتك كنت رحت فيها، يعني الا اخواتي اخواتي كل شيء الا اخواتي. المهم قالت له ماشي انا هلا ها ماني مصلي على النبي، انا حامله حالي ورايحه غرق المركب فيهم واللي بده يصير يصير. قال بوس ايدك بالله عليكي، لا انا ماشي على المثل يلي بيقول يا محسنا لمن اساء كفى المسيء فعله، وهدول اخواتي على كل حال يا بنت الناس. قالت له لازم اقتلهم. المهم هالتاجر استعطف قامت شو حملته وطارت فيه ووصلته على باب البيت، على سطح البيت تبعه، فتح البيت وطلع المصاري من تحت البلاطة وفتح الدكان وسلم على الناس واشترى بضائع. ولما صار الليل فات على بيته وقام لقى شو كل بيت مربوطين بالبيت. قال له شو جايبه؟ قام لما شافوا الكلبين ركضوا لعنده وشو وصاروا يبوسوه ويتمرمغوا فيه ويتعلقوا فيه ويبكوا. قام قالت له مرته، قالت له هدول اخواتك. من وين لوين؟ شلون اخواتي؟ مين هيك عمل فيهم؟ قالت له انا بعتت لاختي وهي اختي ساوت فيهم هيك، هذا اقل شيء، ما بدك يعني اقتلهم بس انا ما رح اقدر، هذا اقل شيء ممكن نعمل فيهم. المهم بيضلوا هيك 10 سنين معاقبين، ما بيفك عنهم السحر لبعد 10 سنين. وانا اخذت اخواتي وطلعت امشي بهالشوارع بهالساحات بهالبلاد، يمكن اقدر فك عنهم السحر. والتقيت بهالختايرة الاثنين، التاجر والشيخ الثاني اللي سميناه الشيخ ابو غزالة، وحضرتك يا سيدي يا جني.
قام قال له الجني: والله والله إنها حكاية عجيبة، وهبتك تلت دمه بجنايته. أدركت شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح.